بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. أن يسرق الإنسان أو البلد قرية أو بلدا أو جزيرة فهذا ممكن، لكن أن يسرق تاريخ رجل وأن ينسبه إليه فهذا بطبيعة الحال غير ممكن أبدا، بل هو أمر مكشوف للعيان. المير مهنا الزعابي رحمه الله تعالى، أحد الشخصيات العربية الشهيرة، الذي ينتمي إلى قبيلة عربية معروفة، قبيلة زعاب، وهي إحدى القبائل المنتسبة إلى قبيلة بني سليم، القبيلة العربية الشهيرة. وكان الزعابيون يسكنون في ساحل عمان، عمان والإمارات اليوم، وما زالوا إلى يومنا هذا بطبيعة الحال، لكنني أتكلم هنا اليوم عن منتصف القرن الثامن عشر. نزحت جماعة من الزعابي أو الزعابيين كما يجمعها بعضهم من نواحي عمان جنوبا إلى نواحي خارج وريق شمالا مقابل الحدود الكويتية بالقرب من الأحواز اليوم. هذه المنطقة تشكل بعدا استراتيجيا مهما، فهي تقع على مصب مياه وعلى طريق المراكب البحرية، فالكل يضع عينه وسلاحه عليها. المير مهنا هو سليل أسرة معروفة بالإمارة العربية، فجده ناصر الزعابي كان من كبار من يديرون المشهد السياسي في مطلع القرن الثامن عشر ونهاية القرن السابع عشر، إلا أنه بعد أن مات ثم حكم ابنه من بعد حمد ثم مات حمد، انفرط عقد هذه الدولة في أيام حمد إلى أن جاء مير مهنا، مير بمعنى الأمير، الأمير مهنا. الأمير مهنا بن ناصر أو الأمير مهنا الزعابي كان قد ساس الأمور وضبطها، ولذلك يزعم الإيرانيون إلى يومنا هذا كما ألفت في ذلك الكتب أن مير مهنا ليس زعابيا وليس عربيا، إنما هو فارسي، وحرفوا الاسم وألفوا في ذلك الكتب ويستغربون من أن العرب ينسبونهم إليه. مير مهنا لما مسك الأمور في جزيرة خارج أو خارك كما تسمى اليوم، وبندر بمعنى الميناء بندر ريك، واجه عداوة متعددة بدأت من الهولنديين، والذين استطاع أن ينتصر عليهم المير مهنا بمراكبه البحرية وجيشه العربي القوي وحنكته السياسية والعسكرية أن يطردهم منها. ثم جاء بعده التهديد الإنجلو فارسي المشكل ما بين الجيش الفارسي والجيش الإنجليزي، مع أنه كانت بينه وبين كريم خان زادة الحاكم الفارسي مراسلات تدل على الود، لكنهم رأوا أنه يشكل خطرا عليهم، ولذلك أبرموا اتفاقا مع الإنجليز في طرد مير مهنا. طبعا وجود هذه القوى المعادية الخارجية بالإضافة إلى وجود بعض العرب المحسوبين على إيران في ذلك الوقت أو على الإنجليز ممن يشكلون خطرا على مير مهنا، شكل هذا الأمر خطرا عليه، وحوصر وقد سجن مرة في شيراز ثم أخرج من السجن، لكنه لما أحس بهذا الخطر، مع أنه كان حامية وليس قرصانا كما يصوره الإنجليز، كان حامية لهذه المنطقة العربية الاستراتيجية المهمة، ماذا يصنع الآن؟ يلوذ بمن يظن أنه سينصره للتقارب الديني، الدولة العثمانية التي كانت موجودة في جنوب العراق في البصرة. فخرج مير مهنا بعد حصار دام 6 أشهر إلى البصرة، وفوجئ هناك بعد أن احتفى به أولا حاكم البصرة أو والي البصرة أنه غدر به، بل وقتله وشنقه وعلق جثته في ميدان البصرة في حدود سنة 1765، لتنتهي بذلك أسطورة كان يعدها الإنجليز والهولنديون والفرس والعثمانيون أيضا قرصانا مزعجا لهم، لكن في حقيقة الأمر أنه كان عربي ينطلق من قوميته العربية والإسلامية في الدفاع عن هذه الأرض التي كانت جزءا منه. ونرى اليوم أو نسمع أن هناك بعض المحطات الخارجية التي ستقوم أو كانت فكرة موجودة في إعداد فيلم أو مسلسل تاريخي يخلد ذكرى هذا الرجل العربي وليس الفارسي. أتكلم عن هذا الرجل وعن هذه المنطقة من خلال ما بين أيدينا من مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية
وكتب التاريخ والأنساب، والتي قمنا بفهرستها في مشروعنا ديوان الخليج، أضخم قاعدة بيانات خاصة تعنى بتاريخ الخليج وشخصياته وأسره وقبائله وحوادثه. نلتقيكم لاحقا إن شاء الله في محطة أخرى من هذه المحطات الخليجية التوثيقية. نراكم على خير.